عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هذا همام أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة يوم الجمعة لإمام أمير المؤمنين على المنبر يقول له: سيدي صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم لأرى هل أنا واحد منهم أم لا. الإمام قال: يا همام اتق الله، لأنه يعلم هذا رجل من أصحاب الليل، من صلاة الليل، من أهل المعرفة، من المتهجدين. ألح على الإمام. بدأ الإمام سلام الله عليه قال: أما بعد، فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فقسم بينهم مواضعهم وجعلهم في الدنيا في مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. ثم قال: منطقهم الصواب، ما في كذب عندهم، ما في غيبة في كلامهم، ما في نفاق في كلامهم، صدق، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، إلى أن يقول: نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. صحبوا الناس بأبدانهم ولكن قلوبهم معلقة بالملأ الأعلى. شوف الإنسان المؤمن كيف. فهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. هؤلاء أهل المعرفة. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. سبحان الله، إذا مرت بهم آية فيها وعد وعد أو وعيد رددوها في انتحاب وعويل، إلى أن يصبح الصباح فترى لأحدهم قوة في دين وإيمانا في يقين. هذا شوف المؤمن هكذا. فهؤلاء الذين وقفوا على باب الزهراء روحي فداها، يقول عنهم أمير المؤمنين: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. لأن الناس مخابر وليسوا مناظر أبدا. الرجال مخابر وليسوا بمناظر. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم.